السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. أشهد لا جبال. جوهرة عاوتاني، بغيت نقول اسمح لي وقال لي الحلقة الأخيرة من جوهرة جات ب لاريفا جديدة عاوتاني والثمن ديالها راه كان داز عندنا سمح محمد 1400 درهم، كليان ديالنا كلشي غادي يعرفها. اليوم راه درنا له واحد البرومو عاوتاني وكيبقى الاختيار ديالك بالنسبة للتحساني اللي هو 900 درهم. ولكن بشعيب الحلقة الأخيرة في الموسم الأول. الموسم الاول يعني باقي الموسم الثاني باقي اجزاء. يا سير باقي اجزاء صافي. الجوهرة اخو اسمح محمد بحال دابا هنا درتها باللامي وهاد الحسانه اختي راه كتبقى ديري اللي بغيتي ديري الموف بغيتي ديري لونط الارض بلون كاسي. المهم باش نقول لك باش الاخرين بلا ما نبقى نهضر بزاف نبقى ديك الساعه نسرح لك وتشوف هاد اللوينات كتقدري تاخذي اللون اللي بغيتي في هاد اللوينات. انا هو اللي ديريه انا درت هنا باش نشعلها. بغيتي ديري بلون كاسي كذلك راه ديري بلون كاسي. واهم حاجه في هاد الشيء هذا اللي كتهمني انا بغيت نوصل لكم وتعقلوا عليها، هاد الجوهرة دايره 1400 درهم اليوم راه درت ليها 900 درهم هي القطعه الحسانه ديالها. لا تخساري على ذوقك اللوين اللي بغيتي. ودابا عاد نتوكلوا على الله سبحانه بسم الله واحد الله 900 درهم بالله مي بيبي تاخذ شي انت راك محلف عليا باغي تخرج عليا يا شاف. شوف ما حد يستافد الكليان ماشي مشكل ديما خصنا نشوفوا المصلحه العامه سمح ماشي الشخصيه. ضروري المصلحه العامه هي الاولى. الا كانوا الناس كيستافدوا كاملين وكلشي يدعوا علينا بالخير والتيسير علاش ما نضركش حتى تكون انت كمش الفيده. ايوا سيدي وما تخافوش علي انا ندعي عليكم ب... لا لا دعوتكم مقبوله ولكن الاغلبيه سمح محمد ديال الله مع الجماعه. سير سيدي راه الدعوه ديال المظلوم اخويا الشعب انا راه مظلوم في الثمن هذا اخويا. انا سيدي 1400 درهم العواش اشترى ديال سمح محمد اللي خدا شي حاجه قول الله ينفعو بصحته بصحته حنا ضحكنا معاهم ولكن بالصحه والراحه. بالصحه والراحه راه 1400 درهم صراحه سمح محمد وراه صبر راه قاوم ما كنت كنصعبو عنده هذا السخاء هذا الساعه نهار على نهار. ما كاين ما يدار من الاخر من الاخر صافي. الناس راه مضروره نبدلوا السلام فلوس اخويا. والميتراج كاع ما قلتي لهم راه 3.5 متر. 3 متر عندك سحب لهم العبار ديال طيط ديال 3 متر صختي نزيدك واحد الحاجه عبري هنا انت كاع مالك اللي عندك الشك نعبروا لختي عاد تاخذ تمام. كيف كنقول لك راه من 1400 درهم راه 900 درهم يعني راه 500 درهم ناقصه يعني اللي ناقصه عليك 500 درهم تقدر تزيد لي باش يجي لي باخر عاوتاني وقفتين ونصيفط لك عاوتاني بحال اللي كنقولوا جوج جلالب باش عيب 500 درهم تشري من عندهم جوج جلالب ديال الفرع بحال دابا هذا بغيتي ديري الموف عاوتاني راه جي زوين بحال الفاغ راه درتو لي كذلك هو جاي غير خليكم تبعوا مع الفيديو حتى الاخر وراه تلقاي لوينات لون ونسيك لون يعني خممنا في جميع الاضواء وجميع اللوينات كذلك ديال الدريات يا بيضاء يا سمراء يا قمحيه يا خمريه كيف ما كانت يعني اللون ديالها راه كاين هنا في رميساء و 900 درهم 900 درهم مع الدغادو سوا ولا مع لامي ديال البيت من اختيارك داكشي اللي مرتاح فيه. بغيتي ديري بياسه وحده سي كذلك راه دير بياسه وحده شي وحده اللي كنقول نسك عليها الله الله يزيدها تقدر ديرها عاوتاني غير قنيديره في الدار هذه ثاني ديال 27 راه تجيك زوينه زوينه بزاف شي حاجه متميزه ندير ديال الكمام فهمتي كنقولوا مطلوقين ما نديرش كاع دوك الموش بحال الشكل ديال كاندوره يعني كاندوره راه تجي زوينه زوينه بزاف تخيطها غير بالماكينه كاع وغتكوني لابسه احسن ماكينه هي اصلا شاكره راسها. انا عاوتاني ترى سلام اسمح لونين سيكفلو صراحه لونات واعرين كلهم لونات غزالين هذا لونين سيكفلو وحتى هذا السيل هذا راه ما دايعش ملي كنقول لكم ما دايعش يعني راه ما كاينش فقط عند اثواب رميساء. وطريقه اللون باش خدموا هاد الجوهره يعني راه بحال طريقه اللون دخلوا فيها بزاف اللون بحال الشكيلات ديال روبرتو كافالي يعني اللوينات اللي داخلين مع بعضياتهم متناسقين 100% وكلهم هنا اوريجينال ما كاين لا صبغه لا كتلبسي شي حاجه كيفاش كنقولوا ديال تحمير الوجه وما كتكملش ما والو يعني حيت لاصوا حرير. عشاق جوهرة كتبغي شي جوهرة مليحة وزوينة وما كايناش وما دايعاش وباغا نلبس غير بوحدي وباغا نبان متميزة وباغا نبان حاضرة ها انا اختي 1400 درهم 900 درهم اسمح انت نسيتيني انا قلتها الله يخليها ب 1400 بحال هكا حتى الكليان يقول راه تمام مزيان وتمشي العالمي والله ما عقل عليا والله الله يفيقني بالله يا راسي 900 درهم يلا منين تفرشات تفرشات 900 درهم 900 درهم 18 راه فيه باغيني باغي يبيعني العجل نبيع ب 1400 انا شعلت واحد الباغ غزال بزاف انا اختي حتى باش ما تنساش هذه راه الثمن ديالها راه ب 2300 درهم باش تكونوا واقعين ولا فكرك اخويا بشعيب. اي حنا ديما كنديروا البرومو سمح لي وكنديروا تخفيض كنربحوا شي بحركه قليله حنا راه ديما ديك المره قلنا لك قلنا لك حنا عندنا الفائده في النشر اخويا سمح لي ماشي في البيع راه حتى كنبيع لك براس كنبيع لك براس ماله وراني رابح. الميساج هذا راه نوصلوا حتى لشي بيع وشري انا حيت الربح كنقول نقدر ما ناخذوش مع ذاك الكليان يعني كتكفيني الجيم والبارطاج والكليان يكون عندي في المحل بزاف وراه مشيت عاد مولا كنبيعوا ويعطيني ربح المجموع. يا في الربح عندنا في المشتري يعني كنشريو الكونتيتي وكنخلصوا اس اس كاش ماني وكنقصوا الثمن وهذاك الفلوس اللي كنقصوها عند الفورنيسور راه هو هذاك اللي كنربحوا حنا. اما الربح مع الكليان راه رابحين وجوهكم
يعني خسر الدعوات ديالكم وداك الكومونتير الزوينين ديالكم تما اللي كيشجعوني يعني كيخليونا نزرعوا ورانا قدامنا ما نتنفسوا. هذا الشيء راه كيبشر بخير. الفيغ عاوتاني كنت كنقول لك قبيلها واجه درتيه مع الفيغ. اييه درته مع الفيغ موف ودرته مع الفيغ وتما راه كيبقى هو هو كيفاش ما خديتي لا بالموف ولا بالفيغ. والطريقه كيفاش محطوطين الديزاين مع الالوان راه طريقه زعما راه كتشوفوا كيفاش دايره يعني ما كاينش الغلط. الكارناج ديالهم زويقه حتى هما حلوين. الميتراج راه 3 متر ونص دغادو سوال تحتاني 3 متر ولا لا تحت 3 متر يعني التكشيطه ديال النفس فقط تلاقيها غير بالماكينه يعني نص زيري خفيف وهي واجده في اللعب. هادشي راه ماشي كنقولوا من والدي الكبال. هادشي راه كنرومو بالعشق وكنرومو بالشهوه وبالرغبه وبالخبره الطويله. ماشي غير كنجيو كنلقاو شي معشي كنقولوا كوار حتى العلي هذيك خدمه ما كنديروهاش. شي القسطاني الا ما طاحش المغيز 100% والله ما نبيعو لك. الا بغيتي انت ديك الساعه كيبقى الاختيار ديالك اما انا نلبس لا جهره ولا قفطان ولا جلابه يعني كيدوز معها 40 لون 50 لون حتى كنشوفوا اللي يناسب. كنفكروا في الخياط وربما كنفكروا في الساك اللي غديروا ربما حتى الماكياج اللي غنشوف اللي غطلعي به حتى هو كنفكروا فيه عاد كنروم خساره. ماشي غير كنجيو كنلاقي وكنحطوا هذا مع هذا نكون نقولوا صافي راه داكشي هو هذا. والله الا ما كانت مغيزه لا دارت بالله يعني راه كان ادق التفاصيل كنركزوا عليها ما كاينش كنتابعوا كلشي الكبيره والصغيره والغليظة والرقيقة والطويلة وكل وحدة كنشوف شنو يجي معاها وشنو يناسبها. واللي بغات تمسح لنا راه عرفونا وجاو شافوا عندنا وزارونا في المحل وشافوا شنو كاين ومشاو عصارتين مشاو راضيين مشاو صراحة حنا عجبنا الحال يعني ملي كنقدم واحد المنتوج له واحد الطريقة زوينة والبضاعة تاعك كذلك واحد الثمن اللي هو زوين. بضاعتكم ردت إليكم. حتى صراحة أنا في الكارناج ولا في اختيار الألوان ولا حتى في الديزاين ولا حتى في الشكل ولا حتى في الجودة حنا 95% ما كنرضاوش بها. يعني إلا ما كانتش 100% ما كاين حتى شي حاجة. يعني حنا 99% حنا كنكونوا ما راضيينش. ما عرفتش نبيعها ما نقدرش نصورها ما تكونش عندي الشجاعة ولا الثقة في نفسي نسرحها بوجهي قاص. حيت إلا ما كانتش مغيزة بحال هذه شوف معايا عاوتاني كيفاش داير ودخل فيه مع ذاك الغوز ولا دير معاه عاوتاني كذلك الفيشية بحال هذا ردوز غير بالحرير كاع مثلا محتاج ندخل عليها الصم نتبع الخياط ندير لها غير الحرير حتى راه شاكرا راه صافي صالة تكون مزيانة ونطلق الكلوش وبغيت كذلك ولا عاوتاني كيديرها بالخراط إلا بغيتي الخراطة بالخراط راه كتجي زوينة في تحات الشناب وكذلك في التحات حتى في القفطان راه تجي. هو بالنسبه للشايب على ديك الخياط الخياط راه كيحاول يقنعك اختي اكثر حاجه اللي يقدر ياكل فيها الخبز هو وانت خصك تقنعي عاوتاني اقل حاجه تقدر تخدميها وتخرجي باقل الاضرار على ما كان. ويلا ربحك هو قنعك ما ديما تسالو راه حريفي بصحته. ايه وانا نقول لك انا اللي غتكون دور الخياط يعني بحال اللي غتشوفي ذوقك انت المعنيه وانت سيده القرار وانت اللي غتلبسي داكشي اللي تشهيتي. ما تعطيش راسك لشي خياط ديري راسك بين يدو تخلي يتصرف لك هو بحال اللي ولي امرك يشوف الخياط هو راه بيع وشرا كيشوف لك كل كوكي قال سمح من دابا. ولكن خاصك انت تشوفي شنو بغيتي وكوني مقتنعه بقرارك وغديري داكشي اللي بغيتي باش تجيك يعني تلبسي على ذوقك انت على شهوتك انت ماشي على شهوه شي شخص اخر صاحبتك او اختك او الخياط او اللي كان. شوفي انت اللي غتلبسي وانت راضي بها. مهم من هادشي كامل بغيت نقول لك ما تضيعيش هذه الفرصه هذه. راه من بعد رمضان عاوتاني بالك سمح مدي يقول لك لا خويا انا شاري غالي نرجعوا لي 1400 درهم ولا 2000. شكون قال راه ورا ورا السوق هذا السوق هذا ما فيش ثقه البورصه طالعه هابطه بحال ورا رمضان راه غادي يتحرك هادشي هذا حيت العراسات راهم كيتجمعوا ديال داك العام وهذا العام غادي يديروهم في عام واحد. اييه يعني ملي كيكثر الطلب راه معروفه قاعده عالميه كيكثر الطلب راه يا سلام شعلوا لنا سمح الله ويقدر اخويا بشعيب حتى ما نزيدوش حنا الفورنيسور يقدر يدير الكرون حيت حنا ما عندناش مواكن كنجوا هادشي. حنا راه كنعطيوها الزواقه والالوان وداك الشيء اللي باغين بحال غادي عند الخياط بحال الكليان غادي عند الخياط حنا كنتفشوا عليه كما بغينا حنا هو راه كيقرر. حنا كنحسبوا راسنا حنا كذلك من الكليان سمح انتوما حنا راه حنا منكم عرفتي علاش اللي بغيت نقول لك سمح حنا كنفكروا ليكم كيف كنقولوا حنا حيت الا شريت مثلا خصني نحاول كنجيب شي حاجه اللي كتكون زوينه وبثمن زوين يعني علاش باش حتى نشجعك انك تقدم عنده دير مليح ودي شي حاجه زوينه وما كايناش. هادشي ديما كنفكروه كيف كنقولوا حنا يعني راه كنفكروا لكم ملي كنشريو نفوسنا راه بحال اللي كنشريو لكم ما كنشريوش نفوسنا. حنا ما غاديش نلبسوا حنا كيف كنقولوا راه بحال كنتسخروا لكم ولكن كنتسخروا لكم بالثقه ديالكم وبالذوق ديالكم كنبغيو شي حاجه متميزه وزوينه بزاف وثمنها هو كذلك اللي هو يكون معقول. سي مشاب حنا كون كان ما عارفينش الكليان ديالنا ذواق وعشاق وكيزعم حتى حنا راه ما غاديش ديك الزعامه ديالنا راه غادي يحيدوها لينا حتى حنا فهمتيني اخويا. حنا راه عارفين عندنا احسن كليان في العالم كيبغي المليح لا كاليتي ولا ما كانش شي حاجه ديال النفس ديال الفريرة ما كيشريهاش. هذاك علاش يعني الرسمي ديال الروميساء هو الزبائن ديالو تما واقفين في الخلف ديالنا كذلك ملي كنلقاوكم تلفتوا وكنلقاوكم ورانا حنا كذلك راه كنتشجعوا وكنقواو وكندصروا بزاف ولا لا خطيكم ما تبخلوش علينا كذلك في هذا الفيديو هذا بالجيم والبارطاج واللي ما سخاتش كاع شي واحد الحوايج اللي بغيت دير حتى ديزلايك راه مقبوله منك مرحبا على الراس العالم.